الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، waxaan ku soo jeednay kitaabkii At-Tuhfatu Saniya oo uu sharxayay kitaabka Ajrumiyada sharxayay. Waxaan noo soo dhamaaday Baabul Af'aal. Waxaan insha Allah ka bilaabaynaa casharkeena maanta Baabul Marfu'aati Al-Asmaa. Wuxuu ciwaan uga dhigay Adadul Marfu'aati, kuwa la goday tiradooda, iyo amthilatuha mithaladooda. Hada kanu maxalluha, waa maxalkii looga hadlayay. قال وحر محمد بن محمد بن داود السنهاجي باب مرفوعات الأسماء أسماء كود القدي باب كودي هذا كان محله ومحل كيسي المرفوعات أسماء القدي سبعة تضبوي أسماء وحن سوء غاني مركا إعرابك قيبينيني وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجسم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض إعراب كأفر ويه مركان قيبين إني وحان إلي أسماده أفر إليه اسم كمروال الرفعية مرنوال النصبية مرنوال خفضية صدح داس أي إعراب كولي مركان مركي الله رفعنا إيه هل كان كقلين و اسم كمركي الله وال رفعنا ليس كمر رفعنا إيه عامل وحقودة كهور مريه عامل او رفعية كهر مريد مركا عامل يالك وحقوده او اسم كرفعية واتضبو واتضبو ساس درت ايه اسم كتضبو داس عامل ميد كميدو مركو كهر مرو ايو مرفوع نقو كرا تاسانا ده لكن كبلا بينا واي المرفوعات واسماء ده اللي قده سبعة واتضبو وهي تضبو دي الفاعل فاعلوه فاعل ولا جودة اسم كدون نقطة اسم كي فاعل نقطة ولا جودة عامل وحاقه أه كار مرينا وفعل والمفعول مفعول كي ويم الذي مفعول كي لم يسمى أن لم يعامل فاعله فاعل كيس اسم كلبات ولا جودة وحوي اسم كلا هذا مفعول الذي لم يسمى فاعله أو ما حي واسم كأصل مركور مفعول هاجري فعل أي وحو قاطي فاعل مفعول فاعل كي اللحدفي مركا اللحدفي أو أن لشيقين مفعول كي باس كي فاعل كي دقية مركاس أيان لقودية فعل كوريان عامل أوه قودية مركا وحالة مفعول الذي لم يسمى فاعله مفعول كي فعل كوري فاعل كي سأن لشيقين مفعول كي فعل كوري فاعل كي سأن لشيقين اللحدفي مفعول كسوال لقودة فعل كوريان عامل أوه قودة كان صدحات والمبتدا ومبتدوي مبتدا ولا جودة مل الله ماشط كاركت ومرفوع عامل كجودة يعني وعامل معنوية ما هو حلفتي على جودة واقع وأكون بالله بشر هذا الكلام يقول بالله وطي إيه هو خبره مبتدا خبر كيس خبر هذا كاركت مبتدا خبر كيس أنا ولا جودة عامل كجودة يعني وحويان مبتدا حلفت كيس وعي واسمه كان اسم كذا وعي كان iyo afcaal la mid ah oo la yiraahdo kana wa akhwat wa kana iyo walaalayaalkeed macnaha nadaair wa afcaash la midka ah afcaash aswaaq doona wa 13 waxay qaataan isim iyo khabar isim kooda la guda marka waxa godayaana wa kanada iyo afcaash la midka ah wasmu kana isimkeedu way iyo wa akhwat wa walaalayaalkeed kana walaalayaalkeed macnaha nadaair wa kuwa la midka ah afcaash la midka ah sida ay u amal fasho u amal falo weey war noo imaad doona insha Allah waxa weeye 13 fiil 13 kaas fiil waxay qaataan isim iyo khabar isim kooda marka la gudaa oo ay gutaan aamilna waxa uu hoggaaya waa kaanada iyo akhwaadkeed iyo wa khabaru inna khabarkeedi inna khabarkeedana ayadana waxa weeye waa la gudaa innaba إن لحرف واحد كميتها اسم يا خبر قاطر أو اسم كان كردقة خبر كان جودة
marka khabarka inna waa la gudo aamilka gudayaana waa inada laftirkeeda iyo wa khabaru inna inna khabarkeeda iyo wa akhawata inna walaalyalkeed ay nadairuha kuwa la midka way afar kala shan kala xaraf la mid marka la isku daro lix isku noqonay marka inna iyo shan ta xaraf walaalyalkeed kal tadabaad waxay way wa taabicu midkii raaca lil marfuuc mid la guday isim la guday isimkii raaco taabicu noqdana asna waa la guday حاله لجدا تابع سكا ادو سي فصيري وهو تابع اربعه اشياء افر شيء وي انعت صفه وي اسمكي صفه نقضه ولا غده اه اسمكي صفه نقضه ولا غده ونعت نعتي وي والعطف عرفكي وي عرفكي وي عرف كان ولا غده سكا نو قيبت انا عرفك لبا لو قيبن عطف بيان يا عطف نسق اه عطف البيان هي عطف النسخ وي marka asaga labadaba ku kala kala tusi doona iyagana waa aamil marfuuca waxaan u jeedaa waxa weeyaan isim marfuuca isimkii uu noqdo taabi oo naati uu noqdo sifu uu noqdo waa la goda ila mawsuufkiya godani naati hadu uu noqdo ko wal atfu arafu uu noqdo isim marfuuca ayaa lagu atf isim marfuuca hadii lagu atfay waa la goda asma او ما دام معطوف عليه بقولين معطوف كان ولا جدا جاء زيد نايمت وعمرو نوايمت وعمرو تضمه ولا جدا الا زيد كاس الرعدي يا والتوكيد ادكين اسمك واخ لو ادكيو اسنا ولا جدا اه زارني الامير امير كي يسو بوقدي نفسه اي سو بوقدي نفسه ولا جدا الا امير لو ادكيو جدني والبدل بدل اه اسمكي اسم غدن لغا بدلو ولا غدا اسما او waxaa tiri waxa weeyaan jaani aliyuna iimid umar wa iimid umarad ka bedelay tacal inta ka laabatay waad godin asma marka afartaas taabica la isku yiraa naatiga ya adafka ya tookidka ya bedelka afartaas waxaa la isku yiraa tawaabi hal mid laga tirin sideedaas isim weey asmaada la goda wax ka isim oo godan ma jiro sideedaas un baad godan سيدي داس ميش هتكو أرتوين هتقضى التأيني قدين وأقول وحن لا يهيري قد علمت ويت سوء أغاتي وحب الله بي شرحي محمد محي الدين عبد الحميد وأقول وحن لا يقد علمت ويت سوء أغاتي مما كي مضاد تغي أن الاسم اسم كالمعرب أي معرب كأ يقع وحو دعا في ثلاثة مواضع صدح ميلود اسم كمعرب كأ صدح ميلود دعا مبني غلفتك صدح واد دعا لكن هذا هو ربا انو كوغو توساليهو waxaa weyn mu'rabki illa saga fahmi kara qofka ibtidaaiga ah weey saddex meelood uu dhaca mowqi'i raf'i god makankis waa dhaca mowqi'i raf'i god makankis wuu dhaca oo isimki waxa dhacda inuu yaalo meel isim alla isimki dhacaba la godo wa mowqi'i nasbi kordhig makankisna wuu dhaca وموقع الخفض هوسنيك مكان كيس نو ودعه صدح ناس ميلود ودغا اسمك ميل اسم الله اسمك دغا لغدو يا ميل اسمك دغا لكردغو يا ميل اسمك دغا لهوسدغو ولكل واحد متكستا او من هذه المواقع ميلهاس كميد اه موقع الرفعه موقع النصبه موقع الخفض ولكل واحد متكستا من هذه المواقع مواقع لاس كميد اه عوامل عامليه على اسناده تقتضي كينيد موقع الرفع marka uu leeyahay عامل وحرف ايا ka hormaray wa meel عامل وحرف ايا ka horeey hadii loo reeyo موقع النصبنا عامل وحنصب ايا ka horeey hadii loo reeyo موضع الخفضنا عامل وحوس ايا ka horeey اسم kara saddexdaas un buu dhaca kitabka ajrumigaana hadda saddexdaas aba nooga dhimanba kaliya waxa noo dhiman isim ka meelaha markuu dhaco la godo iyo meelaha markii isimku dhaco la kor dhigo iyo isimka meelaha markuu dhaco la hoos dhigo saddexdaba nooga hartay kitaabka dhan marka saddexbaas meelood uu isimku dhaca maasha meeshana waxa weeyaan mid walba oo iska leeyahay awaamil keenta rafcaha aamiliyaala keena nasbadana aamiliyaal khaftadana aamiliyaal waqad sharaca wuxuu guda galay المؤلف مؤلفك يبين لك انه كو عديه ذلك ارنكاس على تفصيل سكر صارت مؤلفك بلاوي مركا انه كو عديه كو تسو اسمك وحويان ميشا مركا او دخو لا
رفعيو إيو مركا لا نصبيو إيو مركا لا خفضيو إنتاس إنو كو عدايو مركا بالله كتاب كان إنتاس وكسيو قبن قبينة اسمك غورما لا رفعيا غورما لا نصبيا غورما لا خفضيا وإناد إنتاس كلا حيفتدو هاسو بالله وقد شرعه وحو قد قلي المؤلف مالفكو يبين لك إنو كو عدايو ذلك أرنكاس على التفصيل كلا سارد وكو عدايو وبدأ وحو بالله بذكر المرفوعات كل قد يشيق الدود اسمك مالي مكة ودعو لقضيه ميراس إنو شاقو بالله لأنها مرفوعات الأشرف أيضا شرف بضانو وحي كشرف بضانتهي وحويا منصوبات دي مخفوضات اسمك مرفوعة مهم ويهي كلامك عربي سوتو كلام عربي هو صحيح اللغمات نواقع كانون اسم مرفوع وكجري لازم وإنو كجري اسم مرفوعة سو ما جيدي مركة وحويه مهم وي مرفوع وعمد تير وياه كلامك مركا ماليه اسمك مركو دقول الرفعيني شيغي دودو بالله وحو كحيجينا ميلاها مركا اسمك دقول النصبيو وحو كسو قبن قبينا اسمك ميلاها مركا دقول خفتيو والله أصدقو تاسو كسو قبن قبينا وبدا مصنف كوحو بالله بذكر المرفوعات اسم يالكي لقو دي شيغي دودا لأنها مرفوعات على شرف وكو شرف بضان وقد ذكر وحو شيغي مصنفكو أن الاسم اسمك يكون إنو نقنيو مرفوعا مثل القدي في سبعة مواضع تضبان ميلات مركو دعو أيو نقنيو اسم القدي كليو تضبان هاس أديك حفدي هذا تضبان هاس حفدي دو ميل والبنوال وشيغ عامل كقدي سو ما جديد واحد فهم إذا اسم كاس ميل الله ميشات كو أرقتو إنات قرطو إنو قدي يهي أو آذان كرن ديكي كرين آذان نهوس ديكي كرين تاسد فهمي تضمن ميلاد اسمكم مرفوعي هي هو بالله واحد اذا كان هذو هذا فاعلا اسمك هذو فاعل نقضه والرفع سين وحك لكم بنانا فاعل ما هدي لو يروح وحك هري وافعل فعل كاسمها هذا فعل ماضي اما فعل مضارع اما فعل امر لكن فعل ماضي فعل مضارع اي نوع مثال دونا حيال فعل امر باب كي سي وانا سو ارغني ان اسم ظاهرا اسق ما قاطه haddana wuxuu rabaa amthilada uu ku tusaya isim oo mucrabaha daahira inuu ku tusaaleeyo ayu rabaa iyo damir baaris oo muuqda labadaas uu rabaa inuu ku tusaaleeyo labadaas ayu rabaa inuu ku tusaaleeyo isimki marka marfuuca aha ayu bilaabay waxa weeye isimka marfuuca koo faa'il wey kan ugu koobaad oo laga bilaabaa isim marfuuca waa faa'il haddu noqdo isimku wuxuu ku yiri waahid إذا كان فاعلا مركو نغضو ومثال تساليه سيوحوين علي إيو محمد لبداس اسمه أيوغ فاعل نغضو كو مثالنا هذا فاعل معهن وعلي إيو محمد لكن أيوغ فاعل نغضو ربين كو مثالي في نحو قولك هذا الكاقوك لحالي كسويهين حضر علي علي يمد وصافر محمد محمد أيا صفري فيري محمد ايا صفري ليش عم بقول فيرسو ما انت واحد ويان حضر وفعل الماضي وارن هذا كهر للسميه وي حضر وايمت مركز الهضلة كهر ويمت فيري علي علي ايا يمت وصافر وصفري مركز الهضلة كهر ايو صفري وفعل ماضي او تغي وقت جيسي محمد دون صفري مركز علي ايا محمد وفاعل فاعل ومحي فعل كأيجا السميه وي حضورك إماتك يا سمي علي يا سمي هاي صفرك يا سمي محمد يا سمي هذا مركا وفاعل مدو البابا ومدك وحسمي مركا حضر محمد علي إيو صافر محمد إعراب إعراب كذو وفدود يا ود فهمي كرتا ضد انت وري لسعوتي حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل الله من الإعراب فرادو سوقات انتاس علي وفاعل حضر حضر ذا حضور كان إماتن كان كي سميوي فاعل حضر مرفوع وانا لقده إلا فاعل ومرفوع حتى تبقاتي هايه لباشا يا مركا مهمة إنا تبقاتو إعراب كدور هضاربتو إنا تفانتو اسم كان حقير دعي هرت حتى واحد شوقنا اسم فاعل نغضو بص فاعل دعي هايه اسم كي مركا فاعل نغضو حقوم كي سمحوها وهلا رفعي صوما مانا نصبي كرتيد مانا خفضي كرتيد سوما تاسو إن الأجات تنلبات
وإنيسان اسكحد هذا كبحين باب معرفة علامات الإعراب أوام حي اسم كم حال ورف إجر علامة رفعوها حتى علي يا محمد والله اسم والله مفرد اسم مفرد مركب حال ورف إجر ضم ورف إجر خلاص لا بلاس الرموده ده دوغاتو إعرابك وكو فدودي لبدا محمد كومان محمد هي اسم كان هورتا ميشو دعي فير حضر علي هكو دعي فاعل بوسكيس هي فاعل محمد حكمكيس وإلا رفعيه taas waa masalada masalada kale to marka rafcaydo waxa weeyeen isimka daliyun iyo muhammadun waa laba isim oo mufrad mid walba isim mufrad Soomaa isim mufrad maxaa lagu rafci jiray calaamadu aha dammo khalas i'raab marka waa taqaana hadara fi'l maadi mabni ala al-fath illa mahallu min al-i'raab hadara fa waxa tiraada hadara fi'l maadi mabni ala al-fath illa mahallu min al-i'raab aliyun fa'ilu hadara dehr imaatin kan ki sameeyay wey wa fa'il hadaba du fa'il yahay marfu'un fa'il wa la gudi wax kale kuma banaan wa alamatu raf'ihi godkiisa calaamadii subhan ka dhigayna damatun dhahiratun ala atin wa damat akhir kasaran la ismu mufrade haye kull inta kale saasad ku wadi wa safara muhammadun muhammad wa safar safara fi'l maadi mabni ala al-fath illa mahallu min al-ihram muhammadun fa'ilu safara fa'ilu safara مرفوعٌ وين لقد الا مرض فاعل نقول احكي لكم ابنا وين لقد وعلامه رفع قدكيس علامه دي سبحان كدغينا الضمه ظاهره على اخر والضمه ذات اخر كسر فاعل الكاسن كي غدبن وانو سو لا لابا دونها الثاني اسم كلمه مرفوع النقطه ان يكون وين نقطه نائبا مثل نائب عن الفاعل فاعل وان فاعل نائب كنقطه فاعل وان نائب كنقطه فاعل نائب كان نقضي محل لولا جيدا فعل كمكي هو رفيري وهذا يكرت انو قادة جري فاعل اي مفعول مارك قفكي هاد لايي فاعل كي ايو اسكا قوينا مفعول كي وفعل كي اوتيرينا بوس كي ما فاعل كي واحد دقايا مفعول كي اول فعل كو فاعل اي مفعول قادة جري فاعل كو نوا قدنا مفعول كو نوا كردنا مارك اصن قفكي هاد لايي وقو صغير ينطا فاعل كي اسكا قويو ايو باسكي فاعلك وخو دغين مفعول بهجي مفعول بهجي marka xugunki faa'ilku qaadana waa la gudaa marka waxa la yiraa marka mafcuulu ladhi lam yusamma fa'ilu ama naib fa'il labadaas magaca mid leeyna waxaan si fiican ila yiraa naib fa'il kii fa'ilka naib ka aha waa la gudaa wuxuu ku raan yakuna wa inu yahay naiban mid naib ka anil fa'ili wa huwa naib fa'ilku alladhi wa mid ka samaa oo ku magacaabi al mu'allifu al maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu مفعولك ان فاعلك سلام مغعابي وامدكو يري مفعولك ان فاعلك سلام مغعابي مثال نحو الغصن لانتي او كلي وي جيدك لانتيس يا ول متاع علابتي علابتي ماعونتي وحويان كل علابتي غري من قولك هذا الكاغ حقي سحالك اهادين ضيع ولا غويي الغصن لانتي وسرق ولا حضي المتاع علابتي وفيرسو اصلك يوري هذا كوخو اها قطع محمد محمد غويي الغصن لابتي الغصن لانتي ولا جيده الغصن كيت كلانتي محمد غويي فعل كوخها قطع وفعل فاعل قادنا او محمد مفعول به سنا وها اها الغصن او كردغ ولا وها لحد في مركه فاعلكي فاعلكي لا اسك غوي او محمد اها فعلكي وها لو تيري مركه مفعول به oo mafcuul biigiya waxa la dhigay booski faa'ilka marka waa la gudaa markaas mafcuul biiga illa wuxuu naaib ka yahay faa'ilki faa'ilkiina waa gudnaay naaibka waxa la rabaa inuu qabto shaqadii midka uu ka naaibka yahay uu qaban jiray qudii waa la gooyaa lugusnu laanti awl waxa aha fiiri saraqa wa habay alisu tugi almataa alafti saas oo awl misal kaano ha fiiri saraqa fi'l maadihi alisu tugi فاعلكي وها ميدك فعل كان سميت توغنمدا المطاع مفعول به وكيل قاطي فاعلكي قفكي هاد لا اسكا غوي او و يري سرق المطاع الافتي والحر المطاع مفعول به الى بوسكي فاعل كلا دغ خلاص وانا لا غد marka ay xaalada marka maxaa leedo qudi al ghusl qudi fa'l maad muqayyar siqa حاله ولا جيدا مقير السيقه والنوع ما دون صيغه دي فعلك ولا بدلي وي الا ما كره قطع ان دهين ما كان فاعلك ان كو دواقينه قطع محمد الغصن قطع
فاعلك مركن جويني أيام بدلني فيري صيغة فعلك أو حنيري قضي عوالة جويي الغصن لانتي والة جوي فعلك والة بدل الصيغة دي كنا ما دون تشرحه قضي فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح اللام حل الله من الإعراب الغصن نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وكاسا الغصن ذا اسمان تقوي محل شايد ونائب فاعل والة جودة وانا اسم مفرد به علامة رفعه ضمة كده وسرق المتاع على ابتي الله حري سرق فعل ماض مغير صيغة مبني على الفتح اللام محل الله من الإعراب المتاع نائب فاعل فاعل كي نائب كي نائب فاعل والة جودة نائب فاعل مرفوع بمرك وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره هل كاسنا وحن وجد من اسم كي لباط أو آه ما يبو فاعل أو اسم كي لباط مرفوع إن عامل كرفعنا ينوى فعل ككوري هاي اسم كي صدحات أو مرفوع إيا كي أفراد ما كلا هران لباط أسكو ميلا الوشيق ومبتدي خبر ده ما كلا هران سيدة غالب كا الثالث والرابع وكبير المبتدى ومبتدي ويا والخبر وخبر كي نحو محمد محمد مسافر وصفراء وعلي علينا مجتهد ودبالة محمد محمد مبتدوي هذا الكلام بلوده ولا جودة اسمك هذا الكلام بلوده ولا جودة عاملك جودة محوية هاي واقب الله بشرة مسافر وخبر وخبر واتكو خبرت محمد 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 وربحين كبحيبة محمد محمد مسافر وصفراء صور بحين كبدي بن محمد وعلي علي مجتهد ومددالة مركب محمد ومبتدا وجدية عاملك جدية أنا وعامل معنوي هو كوب الله بشار هذا الكلام باللودي مسافر وخبر وجدية هاي وحويان عاملك جدية أنا ومبتدا مل الله مركب ماشي أتقارك المبتدا يقرأ الله بعضه وجدية ومرفوع على مدى أتقرا في أيضا اسم كاتفيرينه هذا الاسم كان هينا وأفرت اسم بوا أفر مفرد محمد ومفرد مسافر ومفرد علي ومفرد مجتهد ومفرد على ما ترفع أنا وحنا كنا قلنا ضم كل قط ضم نكون رفعنا إلا مفرد ضم المرفعية علينا محمد مبتدا هذا الكلام باللغة مرفوع والجود بالابتداء بالعبشة هذا الكلام باللغة الجود وعامله وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره مسافر خبر المبتدا مبتدا خبر كيسوي مرفوع بالمبتدا مبتدا لفظي سالو غودو عاملوا وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره هكا غودو بن الجمله كلي علي مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره مجتهد خبر المبتدا مرفوع محل غودو بالمبتدا مبتدا لو غود وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره هاي الخامس اسم كشناد ولا جدو اسم كان وي او احدى اخواتي اما ولا ليال كد ميد كميده كان وحي له داهي وحا ويان 12 فعل او لميد كميد او لميد هايدا 12 فعل او ايدا كنو عها جيره 13 اسكو نقونيا 13 كاس اسم يا خبر قاطان اسم كي غودان مارك و هو كو يرو اسم كان اسم كان كان اسم كيدي وي او احدى اخواتها اما كان ولا ليال كيد ميد كميد وي معناها افعاش النظائرتيدو كنوعا وحا ويان اسم كود نحو ابراهيم يا والبرد او كلو وي لبداس مغه او كلي من قولك هذا كاغ حق اسحالي كا هادين كان ابراهيم ابراهيم وحو هادي مجتهدا ميد دالي واصبح اصبح وحاي كميت هاي 13 كفعل او اسم كرغو تقبر كان كوردكتا وكان يخواديدي كميت وأصبح البرد قبوغي وحو أهادي شديدا مت أدك مت أدو الدرانو أهادي قبوغي في رهدك كان محي قادت اسم كان إبراهيم واسم كيدي مجتهدا وخبر كيدي وكرد غي أصبح محي قادت أصبح البرد البرد واسم كيدي شديدا وخبر كيدي مركب مروا باسم كودك قدر مركب واحد لابه كان فعل ماض ناقص ألي رضا نوع ماضون تباب كيدي كان فعل الماضي الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر يرفع الاسم اسم جدا وينصب الخبر خبر كان وكردقة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إبراهيم اسم كان لذا وكان اسم كيدي مرفوع ولا جدا بها كان ذا الجدا كان ذا سجدا وعلامة رفعه محل علامة رفعه كذا جينا اسم مفرد ضمه
وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره. مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة على آخره. خبر كاسوح نووي ما دونا منصوبات مرفوعات انت كتشنون نووي ما دونا منصوبات أو سيوكا ميدي. لكن مرفوعات نحيو ده أيو نووي ما دونا. خبر كان إنو كردقين. وأصبح البرد قبوغي وحو هذا شديدا من أدك. وأصبح فعل ماض ناقص. يرفع الاسم اسم كويب قده. وينصب الخبر خبر نوا كردقا أصبح ونعاس. البرد اسم أصبح مرفوع بها أصبح هذا سلوجود لا تركيد وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره اللي هو اسم مفرده شديدا خبر أصبح منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة على آخره مارك هذا كاس لمحانه وقالني كان إفعاش كن نوعا والله مية طبعا كلام صدحي طبعا كوداسو اسم كأيقاتان ويقودين ووار مرفوع أيها أنا عامل وهو رفعي أيه سادس اسم كل حاد ومرفوعة خبر إن خبر كيدوي إن وحي قالتا وأنه ما دونتا اسمنا وي قالتا وي كردكتا اسمك خبرنا وي قالتا خبر كي قد مركا خبر كاوي محن شايد وحان اللمتا وحويان شن حرفو كلي شن حرفو كلي وأنه ما دونا إن شاء الله خبر إن أو إحدى أخواتي أما ولا لهت ميت كاملة وشن حرفو كلي أخوات وكوشي غي أو إحدى أخواتها أما ولا لهت ميت كاملة خبر كودة نحو فاضل ميت فضل له قدير ميت أوه ده لبدا السوكلوي من قولك هذا كاك حق سهالي كهذا إن محمد محمد فاضل وميت فضل له فيري إن فيري اسمي قادته ومحمد وكورك تيسو بجديد خبرنا وي قادته فاضل وي قد إن محمد محمد فاضل وميت فضل له وهلا يضحي إن حرف توكيد والنصب الأليل هذا وحرف هذا الكلوغو أتكيو وانا كوردك تا اسمك كدن بي إن حرف توكيد ونصب ترفع وحالا بهاي يرفع الاسم اسم كحرف كاسو ينصب الاسم دي عفوا ينصب الاسم اسم كوردك حرف كان أو إنا ويرفع الخبر خبر كان ويبقو دي ينصب الاسم ويرفع الخبر محمدا اسم إن منصوب واسم كإنا دا وعلامة نصب فتحة ظاهرة على آخره فاضل تصويح محل شايتكم أنت إلا نقوم مرفوعان نشوقناه فاضل خبر إن وإن خبر كيدي مرفوع بها إن ذا اللوجودي إن ذا لفتر كيدا أي اللوجودي وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره والضمة آخر كسر مرك إن ذا خبر كيدو وجودي عاملنا وحوى أيضا وأيضا جودي إن ذا إن الله الله على كل شيء وهو الباب قدير ومتك أوده فيري آية القرآن كوكو مثالي إن حرف توكيد ونصب يرفع الاسم وينصب الخبر الله اسم إن منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره سوما جديد وفتح وحوين الله واسمك إن على كل شيء هذا جار مشرور واتقانا على إن كمتة حروفتي وحوصلقي جيرتي كلنا واسمك الله واسلقي مرة واحدة لبعا على حرف جر كل اسم مجرور بعلى على وحرف حصلك كل اسم الله حصلك على ضلو حصلك وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره جر مجرور كما هو التعلق ميلو كل جاي قدير تقدم إذا كل شيء الجار والمجرور متعلق بقدير كل مضاف شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره انت جر مجرور لحظة صوغ لها وحن نرد من خبرك إنبا إلا اسم كيديو الله عن سوق هذا خبرك واكنا قدير اسم وحن قدير خبر إن قدير خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره وكاسا كي تضبط وامحي أو مرفوع الصابع تابع المرفوع اسم قدن اسم كي راعنا واسم مرفوع وحانا عامل او اسم كأو راعي عامل كيس عامل او إلا هل ميدا هور نوع اماد دون بدلك ماهاني أفرطا ميدا ميدا بدلك بدلك أساق عامل قونيها ويولي تابع المرفوعي ميد قدن كي راعانا ويقدين والتابع كي راعا وحويان والتابع ميد كان راعانا ده أربعة أنواع وأفر نوع توابع وأفر نوع والتابع ميد كان راعاوه أربعة أنواع وأفر نوع الأول كان هو الرأي النعت والصفة
حتى الشيء تلمامه يدو تلمانتو أسغي راعن إعرابكو قاطي قادم وذلك سنحو فالفاضل أوكالوي إيو كريم من قولك هذا الكاك حق إسحاليك أهدين زاراني وحا إصوب بوقضي محمد 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 كي الفاضل أي فضل غلاها فيري زاراني وحا إصوب بوقضي محمد 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 كي الفاضل أي فضل غلاها هذا محل شايد كالربا مانت الفاضل وي زارني وحا إصوب بوقضي فيري زار وفعل الماضي مبنين على الفتح لا محل الله من الإحرام نون تروح على نون الوقاية فعل كي كإلى لذا هو صدقة مركي فعل كم مفعول به كأنك تويا متكلم أيا للحرير يا نون تاس نون الوقاية يا ذا واحد ترى ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب المفعول به محمد وفاعل هذا فاعل مرفوع يوتوجا مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره هي واحد محمد كي أتل مانطيو واحد ترى محمد كاسو الفاضل فضل عليه محمد كانوا أنشيجيا وأمد كي فضل عليه تلمان تاس مرك الفاضل أ محمد إعراب تيسير راعي محمد محور إعرابنا وجدنا سماه الفاضل والجد واحد كلكم بنام الفاضل وحال هذا هي صفة محمد وصفة المرفوع المرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره خلاص مرك الصفة وحي كرة على إعرابك موصوفك وحنا عامل أ موصوفك راعي ذو عامل كيس والاغرت marka waxa weeye waxaan idi sifada waxay i'raabka ku raacda mawsuufka mid kala tilmaamaya i'raabka ku raacda waxaana aamil u ah waxa weeyaan mawsuufkaas ay raacaydo ki aamilka u ah kan aamilka waa hada maxamed uu aamil waa zaradas ficilka ka horeeyo somaan khalas al fadiluna saga aamil waa وقابلني وحي غوري ميدو اقابلي رجل نينكي تلمان مركه منن خن بو اهم سنين فيعان نينكو كريم وناكسن خلاص وقابلني وحي غوري ميد رجل نينكاسو كريم وناكسن قابل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاحرام والنون للوقايه والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وي رجل وفاعل قابل وكنت مرك الا فاعل ومفعول رجل قابله واحد رضا فاعل قابل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره كريم تسوي بحرفيات مركة كريم وتلمان ويسكري رجل كسومها خلاص تلمان تمركة كان لا تلمان يعرفك الراعي واحد رضا هاي كريم صفة رجل وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره كاس مركه هل ميدو كاغه شيغه توابعده افر اهاين وا نعت وثاني ميد كلباب العطف عطف كوي وهو عطف كون على ضربين وا لبن نوع عطف بيان وعطف بيان اي هو عطف نساق عطف نسق لب قيبسين عطف نسق اي عطف بيان سي لبدوا كنت سالينيا عطف بيان كمركه وها ويان تابع اي مطبوع حرف ما دخيه لكن عطف نسق تابع اي مطبوع وها او دخيه waxa weeye xaraf la isku laadfo wow iyo ow iyo thuma iyo kuwaas oo dhaxay mid walba baab gooni iyo noo keen doona fa mithal adf al bayan adf bayan ka mithal kisi umar oo kale weeye min qawlika hadalkaaga xaqi saxaalo ka ahaday safara waxa safray abu hafsa safray umar ahd ku bayan safara waxa safray abu hafsin ninki la dhijir abu hafsa umar ahd marka waxaad ku cadeynay abu xafsa tarta inaad aad u bayaanido markaas waa ka saacad fur bayaanka safara fi'l maadi mabni ala al fath illa mahala lahu min al i'rab abu xafs waxaad tiraahdaa fa'il safara wa fa'il marfu'un wal gudu marka la fa'il wal gudu laakin calaamada ku gudeyna waa maxay abu waa maxay wa asma'ul khamsa hay asma'ul khamsa mahalu gudu jiri wow khalas wow ku gudu marka abu fa'il safara marfu' wa calaamatu raf'i al wawd نيابة عن الضمة ضمة دي نائب كتبود وعلامة رفعي الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف حفص مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة على آخره عمر مركا وبيان عطف بيان وي عمر بيان أبو لي وبيان المرفوع مرفوع بيان سمان أما واحد رضا عمر عطف بيان وعطف بيان
وعط اه واحد عطف بيان وي مرفوع او يا لو بياني ابو ذا سالو بيانينا اها ابو ذا ايا لو بيانينا مركه واحد له عطف بيان على ابو ذا سالو بيانينا مرفوع ولا قد مركه وعلامه رفع الضمه ظاهره على اخره هي عطف نسق مركه مثال كيسي ومثال عطف النسق عطف نسق مثال كيسي خالد وي من قولك هذا الكاك حق اسحاله كهدي تشارك وحا وداغي ارنتاس ارنتاس وحي كدخاي ساوي او وداغه او اسلاله محمد محمد يو خالد خالد لبدوداس ارنتا وداغه لبدوداس ارنتا اسلاله لبدوداي كدخاي ساوي تشارك محمد وخالد وداغين تشارك فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب محمد فاعل تشارك مرفوع وعلامه رفع الضمه ظاهره على اخره وخالد تسوي خالد كاسوح وكعطفين محمد حرف او دحي مرك حدي حرف او دحي وحتى عطف النسق به وخالد الواو حرف عطف وحرف عطفه خالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع اسم مرفوع اسم كل وعطف مرفوع اصلا وعلامه رفع الضمه ظاهره على اخره وثالث من كصديحات التوكيد اتكينوي اسم مرفوع اسم كل لغو أدكيه اسمه على رفعنا ومثاله نفسه من قولك هذا الكاك حق إسحالك آتي زاراني وحا يصوب بوقضي الأمير أميركي نفسه أساق يصوب بوقضي قف إيما صدرين ورقاتنا إيما صدرين ويري زاراني وحا يصوب سيارته يصوب بوقضي هل كان إيقو يميد الأمير أميركي نفسه أساق نفتي سيئي إعراب زار فعل الماضي المبني على الفتح الله محل الله من الإعراب ني امر للوقايه والياء الضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وي الامير وفاعل تفاعله ومرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره واسم مفرد الا ما حبشاتك معك هو نفسه نفسه وحلو ادكينا الامير الامير ورفع سنت سوما كان لو ادكينا ورفعنا الامير امير كي صوبقدي نفسه يا صوبقدي نفسه وحتر هذا توكيد الأمير وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره نفس سين كاس وكيك تي كلمة نفس مضاف ولها الضمير متصل المبني على الضم في محل جر مضاف إليه والرابع متك أفراد التوابع ده كم إذا ألب الدروي ومثاله أقوك ومن قولك هذا كاك حق إسحالك هذا فحلا ضاهي حضر علي علي يمت كاس أنت كيف الدلت على أخوك والولالك ويوحيم فيري مرك راحت كل واقع حضر علي علي يمين كيف بدلي واحد ترى أخوك ولا لك يمين مرك راح أقول على علي عرفك كأنك طاعي راح أقول لك أنت عرفك كأنك دعيني أخوك هذا واحد يقول بدلني إنه فهم موقف كان حضر فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب علي راح ترى فاعل حضر مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره أخوض سوي ما أنت محل شايدك أخوض واحد لقى بدلين علي وحي اللي قد بدلوا اسم مرفوع أنا ولا رفعية واحد ترى أقول بدلوا من علي وبدلوا مرفوع مرفوع هي علامة رفعها هانك لقينا علامة رفعها واحد الله أبن باب معرفة علامات الإحرام وأسماء الخمس أسماء الخمس ما حالي ورفعي كلي وهو سماها وهو داسة تكون رفعين مرك وحالة هذا أخو بدلوا من علي وبدلوا مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمس أخو مضاف والكاف الضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه sida ay u kala darajo badan yihiin oo raba hadda afartood haday kulmaan inuu ku sharaxo wuxuu ku yiri way ila jitamaad haday kulanto hadii tawaabic tawaabicdan kulluha dhamaantid afartood iyo hal meel ku kulmay aw baad ama gabal kamida fi kalaamin hadal arabiyad haday ku dhex kulmaan qadamta waxaad hormarina aan naqta naqti horta asaga ugu darajo badan asaga hormarina thumma atfal bayani atfal bayanka tu xijinin ثم التوكيد التوكيد كتكون حجينه ثم البدل بدل كتكون حجينه ثم عطف النسق عطف النسق قد دمرني ساس اوكل الدرجه لي وانا كمثالك تقول وحال هذا جاء وحايمد الرجل نينكي رجلك ما كنعتي قد هو مرينه رجلك الكريم وانا قبطنا حتى تلما هي حدانا مركاس وحا لغا ربا ان بيانيدو علي علي اهد رجلك حتى بيانك وي توكيد ku xijin marka nafsuhu naftiisa yimid adkee kadi waxa la rabaa inaad ka bedelato sadiiqu ka saaxiib ka aaymid
عذف كأضم مري عطف النسقة وأخوك ولا الكان وايمد ساساتو كله هرمرين جاء الرجل نك يايمد نك رجل كي الكريم وناك بنا علي علي أه نفسه نفس الدس يايمد صديقك صاحبك أيمد وأخوك ولا الكان وايمد حتى حقا تببر وكوسا مينا تدريب ويلي تببر على إعراب إعراب الوقود تببرا أعرب إعراب الأمثلة المثالة الآتية إمام دونا إبراهيم إبراهيم مخلص من طاعدوي مخلصة ومبتدأ يا خبر فيني إبراهيم إبراهيم مخلص وي هاي حتى أنا كان اسم كده خبر كده كان وكان ربك ربك وحوى هذا قديرا مدوح والبأوود حتى أنا إن اسم كده خبر كده كان إن الله الله سميع الدعاء بريضا مد أقبلت بدنوي إن الله الله سميع الدعاء بريضا مد أقبلت بدنوي الجواب جوابتي مركا إحراب كيو كجوابة سيدان الله إحرابي واحد إبراهيم مخلص إحرابا مركا إبراهيم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة مخلص خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة هي كان ربك قدير إحرابا كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر وفعل ماضي ناقص اسم لواجتا خبرنا وكردكتا هي رب أكو حكتا كان ربك رب اسمه كان مرفوع بها بها كدو علم كان مرفوع ويلا قد رب داس بها كان ذا اللي قد عامله وعلامة رفعه قد كيس علامة ديس الضمة ظاهرة والضمة ذا كم مغد هاي رب كافت يقول ما رب مضاف والكاف الضمير المخاطب مضاف إليه ها ضمير أوتوسا يقفل على هذا لا يود ضمير المخاطب وصار ضمير المخاطب المضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض في محل خفض إيه في محل جر ويسكون قديرا أقوها طيب قديرا خبره كان منصوب ولا كرجع بها كان ذلك كرجع وعاملها وعلامة نصب الفتحة ظاهرة هاي وهنوري إن الله سميع الدعاء إن حرف توكيد والنصب الله حقه وصقع بإحراف إن حرف توكيد والنصب ينصب الاسم ويرفع الخبر إلى رأيه اسم نو كرجع خبر نو جودة. الله اسمه إن منصوب ولا كردك يا كردك عامله به إن ذا لو كردك وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة سميعنا سميع خبر إن مرفوع ولا جودي عامل يا وهو جودي به إن ذا عامل وهو جودي به إن ذا لو جودي وعلامة رفعه الضمة الظاهرة سميع وسميع مضاف الدعاء نور من هذا المكتب وسميع مضاف والدعاء مضاف إليه مخفوض مجرور واسمد بالإضافة إضافة لغوه وصله كله وعاملها وعلامة خفضه الكسرة ظاهرة أسئلة في كم موضع ما يقام ميلاده يكون الاسم اسم كون نغضا مرفوعا مثل قده ما يقام ميلاده اسم كون مركو رعو ومرفوع نغضا ما أنواع التوابع توابع لأنه عيال كيد محيهن وإذا اجتمع هذا كل مان التوكيد توكيدك إيا وعطف البيان إيا ونعطو فكيف ترتبها سيه ترتيب تديوه الله كالهور مرينة إذا اجتمعت هذي كلانتو التوابع توابع دي كلها دمانتين فما الذي كي محوية تقدمه أطهور مرينة إذا منها توابع حالك كميدي كيه هور مرينة هالوصة شيء إنا دي الله بطوصف إيرو مثل مثالي للمبتدأ المبتدأ وخبري بمثالين لمن مثال مبتدأ خبر كان مثالي مثل مثال لكل متكستو من اسم كان يا وخبر ان يا والفاعل فاعل يا والنبي نائب كيسا متكستو بمثالين لمن مثال مثال اسم كان لمن مثال وعوين خبر ان لمن مثال فاعل لمن مثال ما بفعلنا لمن مثال الفاعل فاعل هذا التضبدي سد دوره كوغو سو شرحاي مت اي اشرحها في هذا التضبدي سي مسخخ هذا بل اد اي اوو دغتو ارينتانو الفاعل قال وحر محمد بن محمد بن داود السنهاج باب الفاعل فاعل كي باب كيس هذا محله هل كانوا ماشي لو هذا لي الفاعل فاعل هو الاسم ارتوى اسم اغو وحا فاعل نقضى واسم هذا وقت مركة كلمة عربية وحا اسم يا فعل يا حرف فعل يا حرف فاعل من نقضى اسم كاسو المرفوع اللي كسفه المرفوع واسم كله قدي هل كاسم هذا وقت منصوب اسمه هي مجرور اسمه فاعل من نقدان اسم كاسو المذكور لشيغي قبل وهرتيس فعل وفعل كيسي صفر صدحات واسكره فاعلك وحوهي وان فعل كيسي كهر ريو او فعل كيسي وكدبا مرا فاعلك ولازم انو كدبا مرا هدان فعل كهر ريو فاعل لما ديكرو اسمك
صدح لا مهر الله مهم اسمك مرفوع فاعلك اي منصوب ما نقض مجرور ما نقض فاعلك حلقو يقين وحويان واسم هرت اي فعل حرف اي فعل ما نقض فاعل وعلامة الكوباد اللي يقين علامة اللباد اللي يقين وامحي وحوية ومرفوع منصوب مجرور ما نقض فاعلك علامة صدحات وامحي المذكور قبله فعله وين هرتيس لصار شيء فعل كيسي او معناها وحوية فاعلك وانه كذا مر فعلك وواجب انه كذا مر كما هر مرك وما دي كرت فعلك كذا بهي وفاعل وي ما دي كرت شرح واقول وحن كل يا يكير محمد الحدين عبد الحميد الفاعل فاعل له معنى يعني لبا معنى لي احدهما مدكود لغوي وحق اللغه العربيه والاخر معناها كلنا اصطلاحي وهشيسك اي كو هشيه نحوريدو اني فاعل كما عابان اما معناه معنيس في اللغه حق اللغه فهو فاعل عبارة كورمد وي عن من أحد لغا ورمو أو جد السمي الفعل فعلك فاعل معناه ذو وحوي كي فعلك السمي وي كي فعلك السمي وي واي مركا فاعل مركا الولاية هاي فهو عبارة كورمد وي عن من قف لغا ورمو أو جد الفعل فعلك السمي فعلك كي سمي وي فاعل معناه ذو وكي فعلك السمي معناه سوى حق اللقب فاعل ومدكي وحسمي هرت اللقاء هوا صار وأما معناه معنيس في الاستلاحة حق استلاحة فهو الاسم اسم واسم كالمرفوع للجودي اسم كالمذكور للصور شيء قبله هرتيس فعل وفعل كيس واسم الوي هو حرف إيه من نقضان إيه فعل المرفوع واسم للجودي إيه منصوب يوم مجرور من نقضان فاعل اسم كاسو المذكور للصور شيء قبله هرتيس فعل وفعل كيس وين فعل كيس هرا الله صور شيء إيه فعل كيس كمط وحويان فاعلك كما هرمره اي فعلك وينه هرريه كما قال المؤلف سد المؤلف كويري حد يرو مركا وحياله احترازات كي كو شيغن احترازات كمعنيه وحا ويه مركا لوو شيغيو شرط او لوو لي اسم وينه ساس نقضا اما قيد وحياله لا اسكا الىلين ايا جير احترازات وا وحياله لا اسكا الىلين واما معناه وحويان معنيه في الاصطلاح حق الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كما قال المؤلف وقولنا مركا لان هي الاسم فاعل واسم مكان لين هاي او ان اسم لين هاي لا يشمل ما كل من ايو الفعل فعل ولا الحرف حرف لبداس ما كل من ايو لبداس من نقضان فاعل لبداس ايا الله اسكا الى علي فلا يكون من نقضه واحد مد او منهما فعل حرف كمدا فاعلا من نقضه هاي وهو اسمكو يشمل وحو كل من ايا الاسم الصريح اسم كعد يو الاسم المؤول اسم لو اولى بصريح صريح اسم لكن ادلي لبا اسلا سوغد اسم نمديس اسكا عبد هي اي اسم ان عبدين لكن فعل حروف تي مصدر كميد كميدو غلاي ايا لغا دلالين مركاس اسم وخا لغا سو دلالين صريح ومؤول له هذا لبدا اسا سوغليدا وحروف المصدر هران سو شيخ حروف تا لو دلاليه وا شان وا ان وفعل مضارع نصب جبتون سو اوغاني يا ان ما اوسو سوتو اسمنا كوركت قبرنا غده يا ما يا لو يا كي كي دنا سو مرنا فعل مضارع نصب جبت شان تاس حرف فعل كاي غلانو كدنبيه ايا مستر لغا قلاليه وها ويان ان يا ان ما فيري ان يو ان ما يا ما يا لو يا كي ها ان يا ان ما يا ما يا لو يا كيوا شنتاس وي marka shantaas oo ficilkay galaan mister laga qalaalay mister kaas ficil waa noqon kara labadaas isim isla soo galay markii wuxuu ku yiri ama sariixu isimki iska cadaa fa nahwu nuuh iyo wa ibraahim oo kale way fi qawlihi taala xalay ku sugan yihiin qala nuuh nabi nuuh wuxuu yiri fiiri qala wuxuu yiri qawlkan yaa yiri nuuh ha yiri hadaba nuuh faa'ila marka قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب نوح فاعل قال مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره مركا waxaa weyn nuuh taas waa faa'il illa qala da qawlka isaga yiri wa isim adn wa id yarfa'u ibrahim id marka aragta badanaaba oo aayad ku bilowdaan fi'il mahdhuf aya nasbina yum maf'uluta oo waxa la leeyay id waxa la raadaa dharf lima madda min az-zaman ظرف لما مضى من الزمان وحي وقت اوتahay وحي تغيو زمن اي واو اوت معناها وقتي تغي لو ادكسدا وقتي تغي اد وقتي تغي لو استعمالا اد marka waxa la yiraahdaa id ظرف لما مضى من الزمان
مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره نحن نقول واذكر شيء إذ وقتي صاصوي يرفع مركوا فعل المضارع يرفع فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره إبراهيم فاعل يرفع وكسا مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره كاسوح وها اسم كيو اسكعت او فاعل نقضي هذا اسم كيو مؤول ايو ربين الشيخ واما المؤول كان الاول ايو والله طلالين ايو بالصريح اسم صريح الاول ايو فنحو قولي وقال لهذا الكيس اوكال تعالى الله واصر ريا فيري الى وقل يري اولم يكفهم ميوسا كفلنا قال هذا انا انه انزلنا انا سودة جنين يكفي فاعل كيدي على ربا هذا فيري يكفي اولم يكفي أولم يكفي على ربع فير مركا يكفي داس أي على ربع وحال هذا ألواه بحسب ما قبلها همسة ألم فيري ألم وحال هذا الهمسة للاستفهام استفهام إنكاريها لرضا ميوسا كفلنا واو كفلنا أما للاستفهام التوبيخي استفهام وإعضينه وحرف أيضا ووذا كدن بيضا مركا همسه هو تكبل لو كما بهريده همسه هو حاله الهمسه للاستفهام التوبيخي واستفهام اوقفك لو ايدين لو عانني الواو وود حرف عطف وي لام حرف نفي وجسم وقلب اي انت سو توغات لام حرف نفي وجسم وقلب يكفي فعل المضارع المجزوم باللام ومجزوم لم تاسع جسم دي وعلامة جسمي حذف حرف علة يكفي وها يأدي واحد جويدي لمط وعلامة جسمي حذف حرف علة هم تاس وحويان هذا واحد الضمير المتصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به ميم ترى واحد هذا أول ميمو علامة جمع ذكور جمع ذكور سالم إيه توصي توصي ميم معنى هذا اللي أديك سنة فعل كمرك فاعل كيسيان مقال يكفي وفعل هم تاس روى مفعول به فاعلك وحا لقد قال ان الجمله ده كدنبيده ان ما انزلنا ان ما او انري اسم نو واي كردكتا خبرنا واي غوده اي اسم كدي يا خبر كدي وي ان ما ان ما يو ما لوو داري وي ان ما يا ما ديرادو اسا كو اعراب انت سوو كوري فا ان ما حرف توكيد ونصب وي ما ده كدنبيده اسكو شيدين ان ما الير ورا اسكو شيدين ونانا اسم مبني واسم مبني مبني على اسمه هو يده نادو اسمه انادا اسم كيدي وي الا اسم خبر قال تبنا غنري مبني على السكون في محل نصب كو الاسم مبني وي مبني على السكون في محل نصب محل على نصبنا اسم مبني يا مره تدو في محل نصب دو وانزلنا اصهرتي وانزلنا فعل ماض وفاعله انزلنا وفعل ماضيه نادا سنوا فاعلك وأنزلنا فعل ماض وفاعله والجملة تمرك الجملة وأنزلنا في محل رفع خبر أن أن هذا خبر كيدين وكاسا إلا اسم يا خبر قال طبعاً نجني هل كاس مرك تشوكتو ولو حلقة سوق يكفي فاعل كيدي وحلا ضاي وأن وما دخلت عليه أن يا وحي قشي في تأويل مستر مستر أيال قطر علين فاعل يكفي مستر هل كاس لقى صوت على لنا ويكفي فعل كيدي والتقدير مكان السوق الدرع وكنا قنا أولم يكفي ميوسا كفلنا إنزالنا سود جنتين أن أنزلنا أنزلنا هذا مستر كلا جسود لا يا فاعلة أي إنزالنا سود جنتين والمثال هذا المثال كلا عربي قولك وهذا كاتر يا سرنا وحي فرحة جلنا أن تتمسك إن تكدكتو بالفضائل وحي له ونكسن يسر وفعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره نون على النون للوقاية يا ذا هو مفعول به مقدم أنت تمسك أن حرف مصدري ونصب الله أنت فيري وحرف مصدر ونصب الله مركعة الله مبني على سكون الله محل من الإحرام تتمسك الله أن حرف مصدري ونصب واستقباله تتمسك فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره وفاعل الضمير مصط وجوبا تقديره أنت بالفضائل ويجرم جلور تتمسك كنت علوج هل كاسمركا تشوكتا مستر أتكبر علينا آه وايه
مستر كاسكاب كو كيري دوس وطلالين وحالا بأن مع ما دخل عليه في تأويل مستر فاعل يسر وتقدير تمسكك الله وقولك يا هلا كاغاتر اعجبني وحا يابغليي ما صنعت اي صنعتك وحا اتسمينه دا يابغليي اعجبني وحا يابغليي ما صنعت اي صنعتك اعجب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الاعراب نون تو على انه له وقايه يا ذا ومفعول به مقدمه مبني على السكون في محل نصب ما مصدريه لا صنعت فعل وفاعل مركز له هي حدنا ما 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 راس معنى دخل عليه يوح اي قشو صنعته في تأويل مستر فاعل اعجب والتقدير اعجبني صنعك صنع داس قول لسول الالية فاعلك اعجب وحوك رفيري التقدير تقدير توحي النقون فيهما اللبضبا متكهر واحد لبا يسروني وحي فرحك قليني تمسكك قبص الشباب ادوانا قيالك قبصتي كان لبضنا واحد لبا واعجبني وحي اياب قليني صنعك واحد سمين تار وقولنا ما كان لنا يقول ولي وحو شرحيا الفاعل هو الاسم المرفوع الاسم كريا هذا مرينا انت اسوس شرح المرفوع هذا قال ضابط كيا كاي ولي شرحه او اها متن يكوي لو اها الاسم المرفوع المذكور قبله فعله انت اسم شرح ربا الاسم ان كصبحنا المرفوع شرح امر وقولنا ما كان لنا يقول المرفوع يخرج وحا بحا ما كان منصوبا وحي مثل لكر دغاي او مجرور او مثل هوس دغاي فلا يكون من نقض واحد مد او منهما منصوب ومجرور كما فاعل نقض منصوبنا من نقض فاعل مجرورنا من نقض فاعل وقولنا ما كان لنا يقول المذكور قبله فعله وان فعل كيس لا سو شغي فاعل فاعلك وحا شرطيا ان فعل كيس كهريو او فاعلك دبمرو يخرج وحا بحا يقول المبتدا مبتدا حال المبتدا اسم مرفوع اوي اسم مرفوع اوي لكن عامل كما هريو او لما سو شغي فعل كهريو لما سو شغي waxa kala baxaya wasmu innaku wa akhwatiha ashas wa khadda gifway illa ismu inna ma waa marfuu imukt wa mansub meshas ay waxa way waxa dhici karta qolada matbacada inay qaladka ku qoreen ama shiqa waxa weeyaan sabqul lisaan ay uga dhacday ee sida saxda waxa weeyaan wa khabaru inna wa akhwatiha sida saxda waxa leedahay wa khabaru inna wa akhwatiha inna khabar keede iyo inna walaalayaalkeed macna xuruufta sideedo kale oo amal fala khabar kooda معايل خبر كاس هو مرفوع اسم مرفوع اوي لكن فعل كما هري اما كهري كو سو كلا دخيه marka la yiraahdo wa in fiil ka horeey wuxuu ku yirfaynahuma mubtada ya khabarka inaba lam yataqaddamuhuma kama hormarin fiil fiil albatata go'nan way go'anta arintaas fiil kama horeey mubtadaana wax ka horeeyaba male wax way khabarka inana waxa ka horeeyo ina ya ismkeed way xuruj waxa baxaya ayda noqoshay marka la yiraahdo isim marfuuca oo waxa weeyeen ficilkiisii la soo sheegay marka la yiraado waxa baxay ismu kaana kaana ismkeedii iyo wa akhwaatiha kaana walaalayaalkeed afcaasha sideedo kale u amal fala ismkooda iyo wasmu kaada kaadar wa afcaal kale ayadan oo ayaguna waxa weeyeen ism iyo khabar qaadanay kaada waxa weeyeen ismkeeda baxay iyo wa akhwaatiha kaada walaalayaalkeed waxa weeyeen ismkooda fa innahuma ismka kaana iyo ismka kaada wa in taqaddamahuma habaka hormaro fi'lun fi'l اسم وايين مرفوع وايين فعلنا واكوري هذا فاعل ما ام حدا هذا اسم يين مرفوع يين فعلنا كوري فعل كودي كوري وهو كوري فان هذا الفعل فعل كان ليس معها ان فعل واحد مد فعل كيس او منهما وحو اسم كان اي اسم كان كامل وحا لو يقانا وحا ويان فاعل كا وحا لا يقانا فعل كا كوري وا وح اسبو او سميهي بامر حضر علي علي يمد علي محكر اما ش سومان حضور حضورك علي سمي هبان السافر محمد محمد السفر وحا ويه محمد محكر سافر سفر كور سفر كاسغ سمي سدا سالا ربا لكن كانبا يي كاده اسم كودا غدن فعل كا هور ايغو ما سمينا وا صفه اون اي اسكغه صفوبين او مركا ليرهدو كان علي رحيما وحا وين علي وحو نوقدين رحمت بدن رحمت وحو سبسم ما وصفه كوسفوي مركا وحو كليه فان هذا الفعل فعل كهري كان اسم كده اي كاده اسم كده ليس ما اهان فعل واحد من فعل كيس او منهم لوده كميده حقا مشان قفكي نحو الاول يقين وفهمها لكن قفكي بتداغ انه كواد كاتا ويدي كتا لكن ضل ما يله ده كواد كاتا لا غدبه ادا يفهم الدونه وتفهم اذا ان شاء الله معناه وكلمه فاعلك فعلك كهري اسغا سمي لكن
اسمه كان اسمه كاد فعل كهر يجوم الصمين وانت صوكره والمراد وجدده في الفعل لو رجده ما شيء ويشمل كل منية شبه الفعل فعل وحي شبهه وحوين مرك الولاية اسم كان مركو فاعل يهوا إن فعل كهر فعل كريه شرط ما هنه هذي وح فعل وياك أي كهر يا أنا والله سيدا اسمه اسمه فعل كواحد لهذا كاسم الفعل أو كريم اسمه فعل كهر مري في النحو هي ها توافق هذه العقيق وادي الذي يجري عقيق وافق هذه تجي عقيقها وافقي هذا هي هات اسمه فعل وي اسمه فعل ماضي لذا مبني على الفتح لا محل من الإعراب العقيق فاعل هي هات مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة على عقيق وشطانة وحا كلفق هذه زيد زيد يا عمرو هذه وكلفقي ننبسب وفكرية هذا شطانة فعل ما لكن هو اسمه فعل فعل ماضي يكون معناته شطانة وكلفق هذه زيد زيد يا عمرو شطانة اسمه فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب زيد فاعل وشطان مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وعمر الواو حرف عطف عمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وعكرف فاعل قاط واسم الفاعل كي اسم فاعل في النحو أقدم المسوقلية أبوك أبا أبا ما إيمانية أقدم المسوقلية أبوك أبا أقدم الهمسة الاستفهام قادم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه ظاهره على اخره ابو فاعل قادم للي مرك اسم فاعل كمرك همسه كهريدا وعمل فلا ابو فاعل قادم مرفوع وعلامه رفعه الواو اللي هو اسماء خمسه الواو ابو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر وعكيري فالعقيق هي وزيد مع ما اضيف عليه وحل وعد فين ولا جرت زيد محل وعد في امرنا الوعد إيه وأبوك كل متكستو منها كمدة فاعل وفاعل ده ما وحصلن وهو ده فاعل هك اسم فاعل كحوجا إنه كده يا فعلا لذاتك ابتدائي جا إنه اسم فاعل فهم ويان أيا لق أيا الأركا حوجا مرك ده ما يفهمانه كواكب كإيميلها سيجارة مرك اسم فاعل ك لكن مرك عمل فلي وين استفهام أي كورة أما نفي كورة فعل ك أيا لق ده على اليوم مرك ليرا قدم وصوك لي قادم ضرب واقرعي ضارب قتل وادري قاتل قرأ واقري قارئ سمع وامقلي سامع وحوين كاسل رئيس فاعل مرك استفهام مرك كور ريضو اما نفي كور ريضو مركاس ايي رفعيان وحوين فاعل قال كاسس كتشوف الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.